احنا عندنا في حياة واحد من المعصومين انهم ردوا الإساءة بإحسان، اتخذوا هذا النهج نهج جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله طريقا ومسلكا ساروا عليه. واحد يكفيك أنتم كلكم تسمعون تعلمون تعرفون قضية الحسين مع الحر ابن يزيد الرياحي. طيب هذول جيش مقاتل قطع الطريق عن الحسين وجعجع به وببنياته، أرعب قلوب بنات رسول الله 1000 واحد، لكن نظر أبو عبد الله شاف هذول عطاشة قال أسقوهم ورشفوا الخيل ترشيفا، الرجال اسقوهم خلي يرتوون، إنما الخيل الحيوان يحتاج سطلة مي، فيقول خليه الحيوان يأخذ رشفة ورشفوا الخيل ترشيفا، رشفة. طيب سقاهم وسقى خيولهم وهم أعداء وقاطعين عليه الطريق، جند مقاتل محارب، مع ذلك رد. لو كان الحسين بأبي وأمي يحتفظ ذاك اليوم بهالماء اللي أعطاه للحر وأصحاب الحر 1000 نفر، أما كان هذا الماء يكفيه يوم عاشوراء؟ ما كان يعطش، لكنه هذه نفسه الكريم، هذه أخلاق الإسلام أخلاق القرآن، يرد الإساءة بإحسان.